أعزائي طلاب الصف الثاني عشر علمي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعدنا مع درس جديد من دروس الإحصاء بعنوان دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي متقطع. تعريف: دالة التوزيع التراكمي F للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة A هي احتمال وقوع المتغير العشوائي X بحيث يكون X أصغر من أو يساوي A أي أن F of A بيساوي b of x أصغر من أو تساوي a تذكر أننا نرمز لدالة التوزيع الاحتمالي بالرمز f, of f small ونرمز لدالة التوزيع التراكمي بالرمز f capital مثال الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي f للمتغير العشوائي المتقطع x وهي كالتالي x و f of x x بثلاثة f of x صفر بوينت خمسة وأربعة صفر بوينت ثلاثة ودالة الخمسة هي صفر بوينت اتنين إذا كانت f دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي x فأوجد f الاثنين و f الثلاثة و f الأربعة و f الأربعة ونص و f الخمسة و f السبعة أولا f الاثنين وهي عبارة عن b x أصغر من أو تساوي اتنين إذا من الجدول لا يوجد قيمة الإكس إف إثنين يساوي صفر وإف ثلاثة ب أصغر من أو تساوي ثلاثة بمعنى أن بي إكس أصغر من ثلاثة و ب إكس تساوي ثلاثة والأصغر من ثلاثة كما هو مبين في الجدول يساوي صفر بينما بي إكس تساوي ثلاثة تساوي صفر بوينت خمسة إذن الناتج يساوي صفر بويند خمسة. إف الأربعة وهي بي إكس أصغر من أو تساوي أربعة وهي عبارة عن بي ثلاثة زائد بي الأربعة. بي ثلاثة من الجدول صفر بويند خمسة وبي الأربعة صفر بويند ثلاثة. الناتج سوف يكون صفر بويند ثمانية. إف الأربعة ونص وهي عبارة عن بي إكس أصغر من أو تساوي أربعة ونص يعني B of X يساوي ثلاثة و B X يساوي أربعة و B X يساوي أربعة ونص وهي صفر بوينت خمسة وصفر بوينت ثلاثة وصفر الناتج يساوي صفر بوينت ثمانية F الخمسة وهي عبارة عن B of X أصغر من أو تساوي خمسة وهي تساوي b of x يساوي ثلاثة و b of x يساوي أربعة و b of x يساوي خمسة أي أن صفر بوينت خمسة زائد صفر بوينت ثلاثة زائد صفر بوينت اثنين الناتج يساوي واحد وأخيرا b of x أصغر من أو تساوي سبعة وهي عبارة عن b الثلاثة و b الأربعة و b الخمسة و b السبعة والناتج هو 0.5 0.3 0.2 0. زائد 0, زائد 0 زائد الناتج يساوي واحد دعنا نرى بعض خواص دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي x أولا b of x اكبر من a تساوي واحد ناقص b of x اصغر من او تساوي a أي أن إنها تساوي واحد ناقص f of a الخاصية الثانية وهي b of x أكبر من الـ a وأصغر من أو تساوي b معناتها تساوي f of b ناقص f of a دعنا نرى المثال الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي f للمتغير العشوائي المتقطع x وهو x واحد و وثلاثة و وثلاثة و خمسة، و على الترتيب هي صفر بوينت خمستاشر و بوينت و ستة و المطلوب هو إيجاد b of اكس أكبر من الواحد وأصغر من أو تساوي ثلاثة، و b of X أكبر من اثنين وأقل من أو تساوي خمسة، وأخيرا b of اكس أكبر من اثنين. الحل كما شرحنا من قبل أن بي أوف إكس أكبر من الواحد وأصغر من أو تساوي ثلاثة هي عبارة عن إف في الثلاثة ناقص إف في الواحد بمعنى أنه صفر بوينت ستة ناقص صفر بوينت خمستاشر يساوي صفر بوينت خمسة وأربعين و B of X أكبر من 2 وأصغر من أو تساوي خمسة بمعنى هي تساوي F في الخمسة ناقص F في الاثنين يعني تساوي واحد ناقص صفر بوينت اثنين يعني يساوي صفر ثمانية وأخيرا بي أوف إكس أكبر من اثنين تساوي واحد ناقص b أوف x أصغر من أو تساوي اثنين يعني واحد ناقص f الاثنين يعني تساوي واحد ناقص صفر بوينت اثنين والناتج يساوي صفر ثمانية إلى هنا نصل إلى نهاية حصتنا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.